مساحة خاصة للطفولة والموهبة، فبسوريا أطفال صغار بس كبار بموهبتهم وبأحلامهم وبأصواتهم. ليه هالصوت برز بحفلات منظمة طلائع البعث، وكان من الرواد الأطفال يلي احتلوا المراتب الأولى بأكثر مكان. بدنا نستقبل أكيد زياد أموني، بدنا نقول له يسعد صباحك زياد وكل عام وأنت بخير. انتي بألف خير. صباح الخير زياد، صباح النور. أهلا وسهلا فيك. بالبداية حابب تسمعنا فورا شي؟ مثل ما بدي. يلا نسمع هالموهبة الحلوة. عمر أمان 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 يا با، فتح بخدك ورود أشكال والواني، بشميمها تنعش الغميان والواني يا ويلي. الله، فتح بخدك ورود اشكال والواني، بشميمها تنعش الغميان والواني يا بلا. الله يسلم هالتم هدينا، ويسلم سهل عليك هالصوت. الله. ليا شوفي قد ايه يمكن العمر صغير، وشوفي حركات يمكن الوش وطريقة العزف، يمكن بتوحي لك انه فنان له عمر عم بيغني ويعزف. برافو عليك زياد. ما شاء الله عليك. بس زياد بدك تخبرنا هلا شو اللي خلاك تختار الاغاني الصعبة، يعني يمكن هي الغنية كبار من الفنانين يلي بيغنوها، الاولاد بعمرك بيميلوا شوي لاغاني الطفولة للاغاني يلي من عمرهم، فخبرنا ليش مختار هي الغنية؟ قدود حلبية هي يعني بدأت التراث الحلبي الأغاني من حلب، بعدين انتقلت للموصل بالعراق، بعدين راحت على تونس على المغرب بلاد الأندلس، بعدين بدها تنتهي بحلب، رجعت لحلب. نعم زياد، يعني من أنت وصغير أنتم من عائلة فنية، بدنا نوجه له تحية لوالدك يلي هو أيضا فنان مثلك، أنتم من عائلة فنية، يمكن بالبيت أختك بتغني وأنت، وعم تنموا موهبتكم أكيد بمشاركاتكم بالعديد من الفعاليات والعديد من المهرجانات، خلينا نحكي عن أبرز مشاركاتك وشو هو الشيء اللي خلاك يمكن تنمي هاي الموهبة أكثر وأكثر. هلا خلاني نمي هاي الموهبة أهل قريتي معربة. نعم. طيبين، بدك تقول لهم كل عام وانتم بخير لأهل ضيعتك؟ طبعا نقول لهم كل عام وانتم بخير، وأهلي أمي وأبي وكل عائلتي شجعتني. نعم، خلوني إنه سوي لنا حفلة، سوي لنا حفلة هيك. والمشاركات يلي شفناك فيهم، شفناك على التلفزيون عم تشارك. إيه
بمهرجان حديقة تشرين بمدرج المدرج. نعم مدرج حديقة تشرين. إذا بشارك أنت ومجموعة من الأطفال ويمكن حضرتك حصلت على يعني تكرمت بهذا المهرجان. ودار الأوبرا من أسبوع يمكن كمان. وإن شاء الله يا رب منشوفك بأهم المسارح ومنشوف هذا الصوت الحلو دائما عم نسمع ونحن كتير فخورين فيه. بدنا كمان نقول لأهلك كل عام هن بألف خير، ونحن كمان مبسوطين إنه بهي الرعاية قدروا فعلا يخلوك فنان صغير قادر إنه يطربنا من الصبح. نحن كتير مبسوطين فيك، حابين نسمع كمان شي جديد. شو بدك تسمعنا؟ موال كمان. موال تفضل. أعطيها وغير فكرك ما بيغنيها، ما حميتها يا ابني من الويلات، ما في حدا غيرك بيحميها. بياك وصل بالممات، بلادك صلاة للحب صليها، وان عليها تقلت الحملات وشي عين غدر طلعت فيها مثل الأسد خليك بالحزات، صرخت بطل على الكون وديها. خطرنا لا بالك خطرنا يا هوى، كان ملنا ومالك نحنا يا هوى، بعمرنا هوينا ولا شاهدت عينينا طيفك يا هوى. قلبي صلوا من الدام غير دقاته، مضري من الوحدة مضري الهوى بذاته، عم بدق بوابي جاي أغلى حبابي، عم بدق بوابي جاي احبابي، عجناح الهوى عجناح الهوى. خطرنا على بالك خطرنا يا هوى، كان مالنا ومالك نحنا يا هوى، لا بعمرنا هوينا ولا شاهدت عينينا طيفك يا هوى. برافو برافو زيادة. زيادة يعني هلا بلشت المدارس وانت هيك فنان ومشهور وعم تطلع حفلات وتشارك بمهرجانات، هيدا الشيء ما بيتعارض مع دراستك؟ وهيدا الشيء قد يمكن بيأثر بين رفقاتك؟ كيف بيشوفوك هيك بيقولوا لك تعال نصور سوا وهيك؟ لا من وقت ما قبل غنوها لا عادي عادي. ما بيقولوا لك انت فنان وما هيك ونفسيه وصح؟ لا تشوف حالك عليهم. لا برافو عليك. طيب بدنا نقول احنا طبعا باكيد بدنا نوضح شيء ثاني، مو بس الصوت الحلو والعزف كمان اللي كثير مميز اللي عم نسمعه منك، يمكن كمان انت بتعزف سماعي. فهلا زياد كمان حابين نختم معك بغنيه من اختيارك وكمان تاخذنا لجو ثاني وعالم ثاني. تفضل. عود ولا بلا عود؟ ما بتفرق. بعود. امتى الزمان
عشان طين النيل. الجو كله سكون والأرض مال الغصون يسلم هالصوت الحلو وهالشخصية اللي بتجنن. يسلم هالصوت. يعني اليوم كلمة أخيرة بتحب توجهها لأهلك، ونحن أكيد بدنا نشكرهم كل الشكر على هاي الرعاية، ولرفقاتك اللي ناطرينك كمان بالمدرسة. شو بتحب تقلن؟ كل عام وانتم بخير، نعد عليكم بالصحة والسلامة، وبشكر كل قرايبيني وأهل قريتي معربة شجعوني. ونحن بدنا نشكرك كثير، ونحن كثير فخورين فيك وبموهبتك، واكيد هيدا الظهور الثاني لإلك عنا بالاخباريه. نحن نتمنى دائما انه انت تقدم لنا كل شيء جديد، ومشاركاتك دائما لازم نحن تكون ضيفنا الدائم. اوكي، شكرا كثير لإلك، بدنا نقول لك برافو عليك واستمر بهيدا الابداع. شكرا لإلك يا زياد. عفوا. شكرا زياد. وليا قد ايه فعلا شخصيته حلوه ومميزه، قوه شخصيه وصوت حلو كثير وعزف هدوء، يعني يمكن هي صفات كلياتها الفنان يلي ان شاء الله يا رب بنشوفه باعلى المراتب. شكرا زياد.